السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد من دروس بلانيفيكاسيون دو بروجي. في الدروس السابقة هدمنا على لوجيسيال ديال مايكروسوفت بروجيكت ام اس بروجيكت، تعلمنا كيفاش نانستاليو وكيفاش نخدمو بيه. دابا غنهضر ليكم على اوتر لوجيسيال ديال بلانيفيكاسيون اللي هما كانوا مشهورين بزاف وكانوا كيخدمو بيه الناس بكثرة قبل ما يظهر الام اس بروجيكت، اللي هما بروجيكت ليبر والجانت بروجيكت. اللي بغيتي لي شارجي هاد جوج ديال لي لوجيسيال غنخلي الرابط ديال تيليشارجمون ديالهم اسفل الفيديو، اولا غادي نلوح في الجروب فيسبوك ديالي للرابط ديالو حتى هو غيكون اسفل الفيديو. غادي نمشي بروجيكت ليبر، نكليكي على سيت اب بريباراسيون تو انستاليت، غادي نكليكي على اي اكسبت تيرم ان ليسنس اغريمنت، غندير انستال وغادي نتسنى لانستالاسيون ديال بروجيكت. Et voilà, installé un projet libre, on doit finish. Je vais sur le programme, un projet libre, on clique sur lui. واجهة ديالو كتكون على الشكل التالي. هنا عطينا ليسونس، غتقرا هاد ليسونس هذا وغتشوف واش كتقبل هاد الشروط ديالهم ولا لا. الا كتقبل غدير جاك سيب، غيطلع لك هنايا بروجي ليبر، انغوجيستري فوتر كوبي دو بروجي ليبر بوغ اتر انفورمي دي نيوز اي دي ميز اجور سور لو برودوي. هنا طالبين منا لادريس ايميل باش يحافظو لينا على النسخة ديالنا من بروجيكت ليبر و باش يوصلونا معلومات جداد بخصوص لا ميزاجور ديال هاد المنتوج هذا. غندير انولي فيرمي، كيطلعو لينا هاد النافذة هادي، هي نافذة مهمة جدا، كيقول لك بلي واش بغيتي تكري ان بروجي اللي هو بروجي جديد اولا عندك شي بروجي ديجا كنتي خدام فيه وبغيتي تحلو. هنا غنديرو كري ان بروجي، كيقول لك كتب السمية ديال البروجي، المسؤول عن تاريخ البدايه ديالو وشي ملاحظه هنايا، كليكي او. غندير نو دو بروجي، غندير كونستركسيون دان باتيمو ريسبونساب بروف ليليف، نخلي التاريخ ديال البدايه ديالو هي اليوم، غنكليكي او. كيطلعوا لينا هاد الشكل هذا اللي كيشبه الام اس بروجيكت. الا كنتو ديجا تفرجتو في الفيديو ديالو قلنا باللي كيتكون من بارتي ديال لي طابلو على شكل اكسل، بارتي ديال دياغرام دو غانت. بهذا نكونو سالينا لانستالاسيون ديال بروجيكت ليبر وبدينا خدامين بيه. بالنسبة لكيفية التعامل مع هاد لوجيسيال كيفاش نخدمو بيه، غادي نطرقو لهاد الموضوع في فيديوهات اخرين. دابا ننتقلو لانستالاسيون ديال اوتر لوجيسيال اللي هو غانت بروجيكت. غادي ندير انغوجيستري كونستركسيون دان باتيمون، ندير لا انغوجيستري في البيرو انغوجيستري، وغادي نسد. ها هو المشروع ديالنا كونستركسيون دان باتيم. نمشيو لدابا لغانت بروجيكت، غنكليكيو عليه دو فوا، طلع لينا هاد الفونيتر هادي، غنديرو سويفون، نديرو جاكسبت. قالك سيليكسيوني لي كومبوزون و انستالي، غتانستالي غانت بروجيكت، غدير غتكليكي غير على ستارت موني اولا غدير اوبن مايكروسوفت بروجيكت فايل، غنديرهم بجوج وغندير سويفون. هاد البروغرام هذا من بعد الانستالاسيون غادي نلقاو في الدوسي ديال بروغرام فايل بالاسم ديالو اللي هو غانت بروجيكت، غندير انستالي. فوالا اي فوالا الانستالاسيون اي تيرميني افيك سوكسي، دونك غنديرو فيرمي. ها هو غانت بروجيكت انستالا عندنا هنايا، غنكليكيو عليه دو فوا باش نشوفو الطريقة. شوفو الشاشة ديالو كي دايرة، ها هي الشكل ديالها كيفاش كيكون غانت بروجيكت. ها الانترفاس ديالك كي داير، كيتكون حتى هو من جوج ديال لي بارتي بحالو بحال بروجيكت ليبر، بحالو بحال الام اس بروجيكت. هاد الجهه هادي فيها الجهه ديال لي طابلو ايسي، وهنايا عندنا البلاصه ديال دياغرام. هنا كيعطينا بروجي ايديت افيشاج لي زوتي اللي غنخدمو بهم. هنا بغيتي تحل شي بروجي لي ديجا عندك، انا ما عندي حتى شي بروجي دونك غندير انولي. هنا الدياغرام دو غان، هنا الدياغرام دو ريسورس، لاحظتو بلي هنا تبدل.
الطريقة ديال العمل بهذا اللوجيسيال هذا غنطرقوا ليها في فيديو آخر بإذن الله. شكرا لحسن التتبع وإلى اللقاء.